Well, it's horrific. The war is real, and half of the city is almost destroyed in Lebanon. Lots of death, lots of damage to the infrastructure, and people are sleeping on the streets. يعني في خوف على اللي قاعدين بلبنان، ما بتعرف متين الحرب بدها تخلص، ايش بده يصير عليهم، كانوا بيضلوا بارضهم، هيدي كلها الواحد بيعتل همنا يعني، بعدين اذا بدل كل شيء مأمن، المستشفيات بتخاف انه الاكل، كل شيء يعني بتعتلي همه، وقت اللي بيكون في حرب بدك تعرفي وين بدك تروحي، وين بدك تقعدي، منين بدك تأمني اكلك. للاسف كل فترة بيصير يعني كل الحرب بترجع العالم 10 سنين لورا، او كل اللي امنوا وعملوه وطوروا حالهم هيك بيرجع بحس واحد رجع لكل شيء، يرجع من الصفر، بيرجع ياسس من جديد ويرجع يشتغل من جديد ويبلش حياته. بس بالنهاية بلادنا وحياتنا هون وارضنا وهيك، بده يرجع، ما يعني ما بيقدرش الواحد يتخلى عنها.